أهلا بكم مشاهدينا الكرام في متابعتنا الخاصة لثورة تشرين ضد الأحزاب الفاسدة في العراق، حيث يواصل المنتفضون تظاهراتهم واعتصاماتهم في الساحات والميادين في ظل تزايد القمع الحكومي والاستهداف الممنهج للمتظاهرين في الناصرية والنجف وبغداد والمحافظات. ولعل ما يجري في مدينة الناصرية حاليا بمحافظة ذي قار أكبر دليل على الانتهاكات والممارسات الإجرامية التي تتبعها السلطات الحكومية ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا من أجل إسقاط النظام. نرحب بضيوفنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي، وعبر الهاتف من بغداد الناشط المدني عادل حاتم، كما سينضم إلينا بعد قليل عبر الهاتف من النجف الناشط المدني علي الخطيب، فمرحبا بكم معنا. أهلا بكم من جديد. أبدأ مع الناشط المدني من بغداد السيد عادل حاتم، مرحبا بك معنا أستاذ عادل. يعني يوم دامي في مدينة الناصرية في ظل استشهاد أكثر من 20 متظاهر وإصابة أكثر من 100، وكذلك في العاصمة بغداد خلال أقل من 24 ساعة، بماذا تفسر استمرار القتل المفرط بحق المتظاهرين، لا سيما تلك المجزرة التي أحدثتها قوات الأمن في الناصرية؟ نعم أستاذ عادل، هل تسمعني؟ عادل حاتم؟ نعم عادل حاتم، أرحب بك من جديد الناشط المدني من العاصمة بغداد. يوم دامي في مدينة الناصرية سألتك قبل قليل، وفي بغداد كذلك، العدد وصل في الناصرية وبغداد إلى أكثر من 25 شهيد، إصابة المئات خلال أقل من 24 ساعة، بماذا تفسر استمرار القتل المفرط بحق المتظاهرين، لا سيما المجزرة التي أحدثتها القوات الحكومية في الناصرية؟ يعني بالبداية من المعروف أنه هذه الحكومة وأحزابها وتفاصيلها كلها، هاي الطبقة السياسية هي أثبتت أنه لا تفهم شيء بالسياسة. 16 سنة فشلت في كل شيء، وبالتالي حتى في هاي الأزمة اللي أسميها الثورة العراقية، الشباب العراقي ما عندهم أساليب سياسية للتعامل معها. يعرفون طريقة واحدة، أسلوب واحد، هو الحل الأمني، القمع، قتل، الخطف، الاغتيالات، هذا هو أسلوبهم الوحيد. وبالتالي أثبتت هاي الطريقة وهذا الأسلوب فشله، لأنه كل ما ينقتل عندنا او يستشهد احد الشباب يزيد الشباب، يزيد الرفض ويزيد العناد ويزيد التحدي. هذه وحده من يعني من دلائل انه هم ناس غير سياسيين، حتى لا يفهمون شيء بالسياسه، وهذا شيء طبيعي. طبعا الناصريه احنا باتصال تقريبا كل 5 دقائق 10 دقائق نتصل بالناشطين هناك، وهم ايضا يتصلون بينا. المجزرة بدأت من البارحة بالليل بعد ما قدمت قواتها أعتقد من بغداد، وبدأوا بطريقة العنف، طريقة وحشية جدا. وبالتالي أكو تقريبا آخر المعلومات اللي عندنا أنه أكثر من 24 شهيد بالناصرية. الآن أنه الناصرية رفضوا هذا العنف وتحدوا بقوة وقدروا يسيطرون على الناصرية على الجسور. أيضا وصلتنا معلومات أنه هم شباب الناصرية وأهالي الناصرية جميعا تقريبا أخذوا أو سيطروا على كثير من المواقع العسكرية اللي اشتركت بالقتل. هذه الصورة الأخيرة للحدث. أما يعني في بغداد احنا بدينا نستعد، خاصة شباب المحتصمين، طبعنا اللافتات وسوينا مسيرة كل أطراف ومنافذ ساحة التحرير، السعدون، الجمهوري، السنك، الرشيد، يعني النفق، هتافات ودعم لأهل الناصرية، ووصلنا لهم خبر أنه أنتم موحدكم، بغداد وياكم، وكل عراقي شريف، كل عراقي وطني، كل عراقي عنده
اخلاق وعنده نعم قيم، هو وياكم انتم موحدكم. نعم يعني الصوره الان، وما اعتقد راح تعدي على خير هذه المره. نعم. لانه يبدو هم مثل ما قلت بالبدايه ما عندهم اي اسلوب اخر او طريقه للتعامل مع الثوره مع الشباب غير الحل الامني، حل القمع والقتل، وهذا اصبح قديم يعني اسلوب. نعم. انتهى وفشل. وبالعكس يعني تخيل كل ما يطلع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في كلمة يزيد الغضب، لأنه يبدو هو أيضا بعالم آخر. كلهم جميعا هم بالتأكيد بعالم آخر، إنه كل التجربة، تجربة 16 سنة تثبت لك أنه هاي الأحزاب، هاي الشخصيات، هاي الزعامات بين قوسين هي مو أكثر من ديول، مو أكثر من ناس يخدمون خدمات بائسه مجانيه لاطراف اقليميه، وبالتالي ما يهمهم مصلحه شعب ولا هذا يفكرون بها ابدا. هم بالنسبه لهم يجوز يعتقدون كل الشعب العراقي اعدائهم، شعب يرفض اي شيء يرفضهم فهو هذا معادي لهم، بالتالي مو عراقي، هذا تخيلهم البائس. والحقيقه هم اللا عراقيين، هم اللي ما لهم علاقه باي قيم واخلاق عراقيه. احنا مستمرين يعني حتى يعرف اي طرف، احنا مستمرين وده يريد يراهنون على الوقت، احنا اللي راح نكسب الوقت، لانه الشارع العراقي واقصد العوائل العراقيه هي اللي ساند المعتصمين والمنتفضين. وعندما الشارع، عندما البيت، العائله، الاطفال، الزوجه والزوج والاب والام، عندما يدعمون المتظاهرين، فما اعتقد اكو سلاح جبار خلينا نسميه يقدر يفصل هذه التعاطف. نعم. والتقارب بين الجماهير. نعم. والمتظاهرين. استاذ عادل حاتم الناشط المدني من بغداد، اعود اليك دكتور رافع الفلاحي. يعني المجزره التي تمت يوم امس في مدينه الناصريه هي كانت محاوله من القوات الحكوميه لفض اعتصام ساحه الحبوبي، هل الحكومه تعتقد بانها باسلوب القمع والقتل سوف تنهي هذه التظاهرات برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عمر، المجزرة مستمرة ترى من يوم 21 الأول لحد الآن، المجزرة مستمرة لسبب يعني واضح وجلي، أن الحكومة هذه وكل أحزابها وكل قواها، كل هذه قوى العملية السياسية اعتبرت خروج التظاهرات معركة، اعتبرت هي في معركة مع الشعب من البداية من أول لحظة. لذلك واجهوهم بالرصاص من أول لحظة، وخلال الأسبوع الأول من التظاهرات في 1 تشرين الأول، يعني كنا نذكر وما زالت دماءهم حارة لحد الآن، يعني ما زالوا هؤلاء الشهداء بيننا، يعني أكثر من 300 شهيد سقطوا. هذا القتل المستمر هذا لا يدلل إلا إلى أنه هم قرارهم أن يواجهون هذه الشعب بالمعركة. لذلك عادل عبد المهدي في حديثه والبارحة قال نحن في حالة دفاع لحد الآن. من يتحدث هذا بهذا الشكل وهو يسمي نفسه قائد العام القوات المسلحة، إذن هو يرى نفس المعركة ويرى يعني يصف معركة، هو في يعني اللي يصور هذا الحال حالة دفاع وهجوم، إذن هو في معركة، ساحة معركة. هو الآن كل العراق، ساحة العراق كلها مفتوحة أمامهم لمعركة ضد الشعب. ولذلك القتلى الآن في الناصرية، يعني أهلنا بالناصرية وشبابنا هذا الحلوة والناس الطيبة اللي طالعة، شنو اللي تريده؟ أنتوا تقولون إحنا وطنيين وإحنا ديمقراطيين وإحنا جينا من أجل الشعب ومن أجل مظلوميته، طيب الشعب طلع مظلوم وهو يقول لكم أنتوا ظالميني وهذا الظلم يجب أن ترفعوه، ووسائلنا في رفع هذا الظلم 1 2 3 4 5 6 مطالبنا في رفع هذا الظلم. أنتوا تواجهوه بالرصاص والاعتقالات والتنكيل والمذبحة، يعني كيف تنظرون إلى نفسكم؟ تنظرون إلى نفسكم يعني أنتم يعني فوق الشعب؟ وهم فعلا ينظرون، لأنه يعني حديث الفياض عندما تحدث أنه هؤلاء الذين في ساحات الاعتصام، ساحات التظاهر، مجرد شباب صغار 15-20 سنة ما يعرف يسوي له جملتين، نظرة استعلائية، نظرة قاصرة، نظرة دونية للشعب، ينظرون هكذا. فلينظر نظرة دونية للشعب يستعمل السلاح بسهولة ضده، وناس ملثمين وعصابات وميليشيات وتقتل بالشعب. لكن هذه يعني لو هم يعني مثل ما قال الأستاذ عادل الآن الناشط
وأنا أحييه يعني عندما يقول أنه ذولا بدون فكر، فعلا بدون فكر، مو بس فكر سياسي، بس فكر إنساني، فكر أخلاقي، فكر بكل الاتجاهات معدوم. لأنه لو لديهم فكر لكانوا عرفوا أن الثورات هذه، يقرؤون تاريخ كل الثورات، كل التظاهرات بالدنيا، عندما تستخدم القوة ضد شعب سيزداد الشعب غليان، سيزداد أعداد المتظاهرين، ستقترب لحظة سقوطك. نعم. الأنظمة تسقط تقترب، يعني هم يقطعون الآن الأمتار الأخيرة باتجاه قبرهم، هاي الحقيقة. نعم. أنه باتجاه الانقلاب عليهم، باتجاه إزاحتهم، لأن الشعب عندما يصل إلى نتيجة أنه هؤلاء اللي يعني أناديهم لكي يصلحوا الحال يتصرفون وياي بهذه الطريقة، ستثور ثائرته وبالتالي سيزيحهم، وهم يقطعون الخطوات الأخيرة نحو الهاوية التي سيسقطون فيها الشعب. نعم. خلاص الآن بانت الخنادق، خندق فيه الشعب كله، وخندق فيه الأحزاب والقوى والميليشيات التي معه. وما حصل يوم أمس، يعني دعني فقط أقول هذا، وما حصل يوم أمس في النجف كارثة كبيرة. نعم. لأنه لم يحصل وكنا شاهدنا، لم يحصل من المتظاهرين، لم يحصل لا بهتاف ولا بتصرف ولا بخطوة ولا باتجاه أن تجهوا نحو المرجعيات أو مساس بالمرجعيات، لكن ماذا حدث؟ نعم. انظر، كل الميليشيات تنادت بنداء إيراني وكأن المرجعيات في خطر. نعم. ويجب أن نحمي المرجعيات. سوف نتحدث عن هذه النقطة بالتفصيل. نعم. نعم. دكتور أعود إليك. سيد عادل حاتم، يعني هل يمكن الربط هذه المجزرة التي حدثت يوم أمس في الناصرية مع حرق المتظاهرين الغاضبين للقنصلية الإيرانية في النجف؟ يعني هل يمكن أن نقرأها بأنها رسالة إلى المتظاهرين في بغداد وإلى كافة المحافظات العراقية بأن هذا غضب من أحرق القنصلية الإيرانية في النجف مقابلها مجزرة في الناصرية؟ يعني الحقيقة طريقة اللي يفكرون بها، آلية تركيبة عقلهم، كل شيء ممكن. الطريقة أنا أقصد اللي يفكرون بها، لأنه هم بالتأكيد كل طريقتهم وأساليبهم ساذجة وغبية، بس هم يعتقدون ذكية وصحيحة. اللي يفكر بهذه الطريقة كل شيء ممكن يصور، كل شيء ممكن يسوي، يربط أي شيء بشيء آخر. كل محاولاتهم هي يعني الترهيب والتخويف والقتل والخطف. ونقول لهم هذا الاسلوب فشل. المخابرات مالتهم اللي موجوده بساحه التحرير وميليشياتهم دا توصل لهم، مجساتهم دا توصل لهم هاي المعلومه، بس يبدو ما يريد يصدقون، ما يريد يقتنعون، او يعتقدون انه مثل ما قال السيد الجنبك انه هم بجهه والشعب بجهه، وبالتالي أي طرف آخر حتى لو كان الشعب العراقي هو على خطأ، هو ممكن نقتله ونبيده ونذبحه ومو مشكلة، المهم وجودهم. هو أنا بتقديري اللي صار بالنجف وبالناصرية طبعا بالتأكيد هي رسائل للتحرير. يعني احنا أول البارحة كان عندنا لقاءات المستمرة بيناتنا بخيم خاصة لنا، للخيم للتنسيقيات والوفود اللي تجينا من المحافظات. يعني أكثر من وفد رفع صوته بنصنا، قال إحنا اللي مطلوب عندنا حققناه، والآن المحافظات مجالس المحافظات يقولون شو تريدون نحقق لكم؟ قلنا لهم إحنا ما عندنا طلب يمكم، الطلب مركزي ببغداد، إحنا مرتبطين ببغداد، شو تقول ساحة التحرير؟ إحنا وياها. هذا التقارب بيناتنا بالتأكيد من تبهيل له، ويحاولون مثل ما قلت لك ما عندهم اي اسلوب اخر غير الترهيب والقتل، وهذا هو متوقعينه. بس يعني اكو شغله اذا اكو وقت، يعني هم فقدوا كل اسلحتهم يا سيدي. يعني احنا نقرا مو مجرد متظاهرين ومعتصمين وثوار، لا، احنا ايضا ناس سياسيين وعندنا رؤيه وعندنا فكر وعندنا قناعات وعندنا تصورات وعندنا برنامج وخارطة للمستقبل عندنا نمتلكها. احنا دا نقرأ لهم الحقيقة، بس هم اغبياء. يعني الأسلحة اللي كانوا يملكوها، منها أول سلاح هو الطائفية اللي احتمدوه 16 سنة، اليوم الطائفية احترقت، حرقناها، ما
ما لها وجود بنصنا. هذا ما يريد يقتنعون بها ولا زالوا يراهنون عليها. اعلامهم الكاذب والتدليس ومرتزقتهم وصحافتهم السوداء والصفراء كانت مؤثرة بالشارع. الان الشارع ما يسمعها. هذا السلاح الثاني فقدوه. السلاح الثالث الجهل والتخلف. هذا الجهل والتخلف اجى جيل جديد ما يعرف هاي الشغلات. نعم. التخلف والجهل رمى عليهم. هذا سلاحهم الثالث فقدوه. السلاح الرابع والاخطر الدعم الاقليمي انتهى. الدول الاقليميه وايران تحديدا اللي تدعمهم هي في ازمه. يعني كل اسلحتهم اللي عاشوا بها 16 سنه مو انتهت وانما زعزعت وتخلخلت. واحنا بنقراها لهم نقول لهم ما لكم مستقبل، ما لكم وجود. بس يبدو مثل ما قلت بالبدايه هم تفكيرهم عقليتهم طريقه اليه عملهم هو القتل. نعم. والبقاء بالسلطه بالقوه. والقوه ما يعني ما تحرك الشارع، يعني ما ممكن تترهب الشارع. نعم. سيد عادل، سيد عادل انت الان في بغداد، كيف هي الاجواء في ساحه التحرير عند مناطق السنك، حافظ القاضي، جسر الاحرار، كيف هي الاجواء هناك؟ صراحة بالبداية التحرير هي والجسر الجمهورية وقلعة الثوار اللي هو مطعم التركي سابقا. نعم. هذا كان تواجدنا، بالتالي أعداد كبيرة، فبدينا نوسع المنافذ. للسعدون مسافات واسعة، أيضا بدينا على المناطق الأخرى الخلاني ووصلنا إلى الرشيد. هذا هاي هي الثورة. الثورة دا تنتج دا يعني دا تزيد أعدادها، وبالتالي الأماكن لازم تكون مفتوحة عندها. هم حاولوا لفترة أسابيع قتل وقصف وكل الطرق استعملوها للسيطرة على وحصرنا مساحة التحرير، وبالتالي قدرنا ناخذها منهم. وإحنا الآن مسيطرين عليها هاي المناطق. منافذ عندنا واسعة. نشاط، صدقني، نشاط ثقافي، نشاط قانوني، نشاط دستوري، نشاط شعر، غناء، كل شيء نسوي عفوا بساحة التحرير. صدقني نقدر نصنع حكومة تدير العراق وتبنيه من ساحة التحرير ومن الساحات الأخرى. نعم. وهي الحقيقة لازم يفهموها. اليوم باكر عقبه بعد أسبوع بعد شهر إحنا موجودين، والشباب ما ممكن تنسحب. يعني ما أدري ليش ما يفهموها هاي الحقيقة. إحنا رفضناهم، مو مجرد نفاذ، كل هذا الإسهال اللي صار عندهم جانب مجلس النواب يصدر قرارات، هم يجتمعون ويسوون بيانات وقرارات، المحكمة تصدر قرارات واعتقالات، النزاهة تصدر، هذه كلها إسهال قديم أصبح ما يعنينا. ما يعنينا أبدا. شروط نطيناهم الخمسة ورفعناها، وهي هذا اللي نتفاوض دزوا عليه. طبعا يحاولون اللقاء بينا. نعم. أنا هم أيضا قلنا لهم عندنا وفد، إذا سمعتوها يعني سويناها للمسحة، عندنا وفد. نعم. يلتقي بكم، قدمناهم أسماء الشهداء. ذول الوفد مالتنا فاوضوا ياهم. بتقديري يعني ثورتنا ما راح توقف، هي الآن تحولت إلى ثورة. نعم. خلص بعد مصطلح آخر انتهى. انتفاضة وتظاهرات واعتصامات انتهت. احنا الآن في ثورة سلمية، نأكد على هذه ثورة سلمية، وراح ننتصر عليهم بسلميتنا رغم كل الطرق والأساليب اللي دا يسووها. أكو تفاصيل كثيرة بساحة التحرير دا يشتغلون عليها ونعرفها. سوينا لجان أمنية واكتشفنا، تخيل، اكتشفنا حتى المخدرات بدأوا يدفعوها بساحة التحرير مجانا. دا يدفعون فلوسها. نعم. يعني تخيل العصابات مالتهم ومجاميع مسلحة بالسلاح والسكاكين ايضا سيطرنا عليهم. يعني بنشتغل كل شيء. ثوره موجوده والشباب ملتزم التزام عالي، واي واحد يخربط اي صوت من عندنا بالله كافي يسكت ويعتذر اذا خربط شويه. ف يعني بتقديري احنا ما راح نوقف. يعني نهايتنا النهايه محطتنا الاخيره هي بازاحتهم فقط، ماكو اي مجال. نعم. وإذا تسمعون أكو ناس تتفاوض، ناس التقت، فهذا أكاذيب لا تصدقوها نهائيا. نعم. وخاصة العواجل اللي يسووها هم. مرة العواجل على سبيل المثال
تحركوا من وراكم، قوات تحركت من باب معظم اجت، هذه كلها اكاذيب. ما يتجرى واحد يفكر يهاجم ساحه التحرير، اذا هاجموها انتهوا والوقت عندنا. نعم، اعود اليك يا سيد عادل حاتم الناشط المدني من العاصمه بغداد. نعود دكتور رافع على موضوع التهويل والتهديد، يعني تصريح لميليشيا حزب الله تقول يعني ربما ينزلق العراق الى حرب اهليه، تصريحات يوم امس واضحه من ابو مهدي المهندس ونواب كثر في البرلمان باننا مع المرجعيه وان هناك خطر يهدد المرجعيه، وبثوا اخبار بان هناك من المتظاهرين يطوقون بيت المرجعيه بعد حرق القنصليه الايرانيه في النجف. هذا الاسلوب لتشويه الثوره وتشويه التظاهرات السلميه، وكذلك الادعاء بان هناك انباء عن خروج سجناء في الموصل، يعني هل ينطلي هذه الاخبار وهذه الدعايات على العراقيين بعد كل هذه السنوات من حكم هذه الاحزاب؟ دكتور عمر، هو من عام 2003 لم تكن لديهم سوى الطائفيه ليتكئوا عليها. نعم، وكان عندهم مخطط لكي يستمروا في الحكم، لكي يستطيعوا أن يفسدوا وأن يخربوا وأن يسرقوا وأن ينهبوا وأن يوصلوا العراق إلى هذا المستوى أن يفتتوا المجتمع. فكانت الوصفة الجاهزة، الوصفة المسمومة اللي جاء بها الأمريكان اللي احتلوا العراق ومن ساندهم، وهي وصفة قديمة بريطانية فرقت أسود، هي الطائفية، واستطاعوا أن يمزقوا فيها. الحقيقة يجب أن نعترف، وهذا تاريخ يجب أن نعترف. وإذا بجيل يطلع بواحد تشرين، جيل كانوا يشتغلون عليه 17 سنة أن يخلوه طائفي، قنبلة طائفية موقوتة، وإذا يطلع جيل يحتفظ بالهوية العراقية وغير طائفي وعابر للطائفية وكفر بالطائفية. نعم، فهذا فاجأهم مفاجأة كبيرة. لكن هذه العقول المتحجرة مثل ما قال الأستاذ عادل ليس لها إلا أن تتكئ على نفس أساليبها الطائفية، عادت للحديث أن الحرب ترى الشيعية شيعية، هذه ليست شيعية شيعية، هذه السلطة باغية وأحزاب باغية سلبة الشعب شيعة وسنة وعربا وأكرادا مسيحيين إسلام من كل التركمان من كل الطوائف وكل الأديان، سلبتهم حقوقهم بالحياة، سلبة العراقي الاسم الوحيد العراقي سلبته حقه بالحياة. فالقضية ليست مواجهة شيعية شيعية، هي ابدا عراقيه مع مجاميع قله مسيطره على العراق تريد ان تبتز وتستمر بابتزاز العراقيين وسلبهم كل حقوقهم وسلبهم حقهم في الحياه اول شيء، فلذلك طالبوا بريد وطن. الان في حومه هذا هم يعرفون انهم ينزلقون الى الهاويه، احساسهم ووضعيتهم واقع الحال يؤشر لهم ان انتم ذاهبون الى الهاويه، فلذلك عادوا الى الطائفيه، ليس لهم الا الاتكاء على الطائفيه. حديث الشيعيه شيعيه حرب شيعيه لم تنفع، ادخال اطراف معينه لم تنفع، عادوا الى المرجعيه. الان المرجعيه في خطر، واحنا كنا نحمي المرجعيه والميليشيات الخزعلي وغير والمهندس وغيره، ونداء من ايران ما اعرف منو هذا ينادي انه داعش بملابس مدنيه دخلوا. لاحظ الكلام المعيب المتهري، وكله يريدون ان يقولوا انه هناك استهداف لرمز ديني، رمز معين لمذهب معين، فنحن في حمايته لكي يستهدفوا المتظاهرين. وهذه القضيه ايضا فاشله، لانه اليوم امس الحقيقه لم يتعرض اي متظاهر للمرجعيه لا من قريب ولا من بعيد. لم يذهبوا لا يم المرجعيه ولا لهم علاقه بالموضوع ولا من قريب ولا من بعيد، حتى قالوا انه احد يعني مقرات المدرسي او كذا احترق، صدر بيان من المدرسي انه هذا كذب. نعم، ما موجوده هذه القضيه. طيب شنو هذا النداء؟ لماذا هذا النداء؟ واضح القضيه هي جزء من هذا، وجزء منها انه الدواعش في سجن التسفيرات هربوا، والان ما اعرف شنو قبلها في سجن الحوت راح هذا الكلام كله اثاره الرعب وسط الجماهير وسط الشعب، لكي يحقد على الثوار، لكي يقول انه هذه الفوضى من صناعه هؤلاء. لا، الفوضى من صناعه الحكومه واحزابها، وهؤلاء الذين خرجوا من 1 تشرين
من تشرين الأول لحد الآن ضحوا بدمائهم، قدموا خيرة شبابهم من أجل القضاء على هذه الفوضى، من أجل القضاء على هذا الشذوذ اللي عم العراق بطريقة هذه، السياسات الشاذة، هذا الفكر الشاذ، هذا الغريب، الشيء الغريب اللي بالعراق مو من العراقيين هو أساسا، يجب القضاء عليه ويجب إنهاءه. فلذلك هذا هو اللي يثيرهم، ويعني موقف حتى قدرتهم على التفكير في أنه مستقبلهم يمضي يعني إلى الهاوية، يقطعون الخطوات بسرعة إلى الهاوية، لا يعرفون كيف يتصرفون. وكل هذه أساليبهم مع هذا الوعي الشبابي الرائع الجميل اللي يواجههم بهذا الشكل، هم يحفرون قبرهم بأيديهم بهذه الطريقة، بدلاً من أن ينتموا إلى الشعب ويحسوا بمعاناة الشعب ويسلموا بأنهم قد ارتكبوا جرماً كبيراً بحق هذا الشعب. نعم سيد عادل حاتم، يعني كيف تنظر إلى تصريحات بعض السياسيين التي تخوف العراقيين وخاصة شريحة الطلاب الذين أعلنوا العصيان المدني بأنه سوف تضيع عليكم سنة دراسية، وأن هناك محافظات تذهب إلى المدارس وهناك وأنتم لا تذهبون إلى المدارس، كيف تنظر إلى هذه التصريحات؟ يعني بس قبل لا أجاوب هيك ملاحظة سريعة، اللي فكرة أو ترويج لحرب أهلية، إحنا يعني أيضا عندنا رؤيتنا، وأقول لك إياها بصراحة، موازين القوة، موازين القوة لحرب أهلية ما موجودة أبدا، لأنه الطرف الآخر فقد كل عناصر اللي ممكن يقاتل بيها، هذه لازم هم يعرفوها وإحنا أيضا عارفيها وواضحة الشغلة إنه يعني هذه نقطة رأس سطر، قولتنا ماكو حرب أهلية ولا راح تصير، الطرف يعني القوة اللي يمتلكوها لصناعة خلق حرب أهلية ماكو، ما عندهم، وبالتالي إحنا الأقوى، هاي انتهينا منها. أما قضية المدارس، إحنا عندنا القانونيين والتربويين نبهونا على شغلة، قالوا الابتدائية خلوا تداوم، الابتدائية يداومون بمدارسهم، وبالتالي نبطل مفعول تهديدهم بأنه أكو سنة كاملة راح تروح على الطلاب. أهلا مرحبا هلا بيك، سلموا علي. أعتذر. الضغط على أهالي الطلاب وتهديدهم بهذا الشكل أنه أبنائكم راح يخسرون سنة من عمرهم، هذه أيضا القانونيين التربويين فسروها إن قالوا خليه بدون التلاميذ الطلبة الابتدائية، وبالتالي مو من حق أي دستور ما يسمع قانونا ما ممكن إلغاء السنة إذا الابتدائية داومت، والابتدائية إحنا قلنا لهم داوموا، ويعني الأمور أيضا لقينا لها حل. نعم. أنا مثل ما قلت هم يدورون الآن عن كل الوسائل، كل الطرق القبيحة البائسة للتشويه والتهديد والترهيب. قضية ثانية أريد أقول لك إياها بصراحة، يعني قضية المرجعية والتهديد باسم المرجعية. إحنا ذاك اليوم مو هاي الجمعة قبلها المرجعية قالت باختصار، قالت طلبت من عندنا إحنا السلمية، وطلبت من الطرف الآخر عدم القتل، عدم الترهيب، وعدم الخطف. إحنا دزينا رسالة للمرجعية قلنا لهم هذا الأسبوع إحنا التزمنا، مع العلم أنه إحنا علمانيين ومدنيين، التزمنا واحترمنا موقف المرجعية ومريديها والتزمنا بسلميتنا، لكن الطرف الآخر اللي يتغطى في عباءتكم، عشرات القتلى عندنا خلال هذا الأسبوع، مئات الجرحى، وعندنا أعداد ما نعرف إيش قد بالضبط المخطوفين، فإحنا اللي احترمنا مو هم، هم اللي ما احترموكم. هاي كانت رسالتنا للمرجعية. اليوم تحديدا قبل ساعة من خابرتوني، أنا كنت قاعد ويا المسؤول الإعلامي للمرجعية، إجانا للخيمة مسؤول الإعلامي، حشانا تفاصيل أنه يعني يعرفون إيش قد أكو تدليس على المرجعية من قبل هاي الأحزاب اللي تدعي أنه يدافع عن المرجعية، يعني حشانا قال نعرف. أنا واحد من الناس طلبت منه شغلة واحدة، أنا ما أريد من المرجعية تقول إسقاط سلطة، لأنه هاي قضيتنا مو قضية المرجعية، مرجعية مو ولا اتفاقية، مرجعية مختصة في مجالات معينة. احنا اصحاب الثورة واحنا اللي نريد نفقد السلطة، نريد شغلة واحدة،
نعم. انه المرجعيه تقول ما تدعيها للاحزاب باسمها ما يعنيني وكذب، هاي اللي يريده منها منكم. وهي هذا هم هاي اسلحتهم الاخيره، يعولون على بعض الجهله، بعض المتخلفين، بعض الناس الهامشيين، بعض المستفيدين، يوصلون لهم هاي المعلومه على اساس انه اكو من يهدد مرجعيتكم واحنا المدافعين. نعم. وهذا الكذب والتدليس ايضا فشل. كل الاساليب بدها تفشل يوم بعد يوم، وننتظر شنو بعد اسلحتهم؟ شنو الابداعات مالتهم البائسه السيئه؟ احنا موجودين واثبتنا العكس تماما. نعم. لانه من يجيك طالب المدرسه الابتدائيه يجيك للتحرير، معناته انت على حق، وما ممكن واحد يغير مجموعه او شعب او عوائل بالضد منك. نعم. احنا حتى الطالب كسبناه، خليهم يكسبون جماعتهم اذا بقى لهم جمهور، اذا بقى لهم ناس مرتزقه، وهم باقي لهم بس المرتزقه اللي مالين الفضائيات مالتهم. وانا اعتقد هم خسروا كل شيء. نعم. بس معروفين الناس هذول الظلمه خلينا نسميهم، هذول ما يتنازلون عن النفوذ والكرسي والمال الا باساليب تشبههم، اساليبهم. نعم. هي، واحنا ما نريد نوصل لهذا الاسلوب، اقصد به اللاسلميه، باقي. نعم. سلميين احنا. اعود اليك يا سيد عادل حاتم. دكتور رافع، عندما يصرح ابو مهدي المهندس ويقول بان الويه الحشد اصبحت بامره المرجعيه الدينيه في النجف، المرجعيه هي من افتت بالحشد الشعبي، هذا يدلل على انه، وهذا تناقض في نفس الوقت، انه هي بالاصل بامره المرجعيه ومشكله وبفتوى المرجعيه، بنفس الوقت يقول بانها سوف تكون او اصبحت تحت امر المرجعيه، والمرجعيه قالت في خطب الجمعة بعدم قتل المتظاهرين. ألا تنظر بأنه استخدام المرجعية واستخدام الحشد بأنها تحت أمرة المرجعية، ربما كذلك تستغل بأنه هناك أوامر جاءت من المرجعية لحماية مقرات أو دوائر دولة وسوف يزداد القمع؟ هو جزء من التضليل الحقيقة، جزء. نعم. من هذا التضليل اللي تحدثنا به، يريدون أن يقولوا أنه هناك رموز دينية مستهدفة ونحن في حماية هذا ولا. ثانياً، من يجيب عن هذا هي المرجعية نفسها، يفترض أن تجيب عن هذا الموضوع. نعم. لأن هي المرجعية عليها أن تقول للعالم هي مرجعية دينية لو مرجعية سياسية لو مرجعية عسكرية، يعني هم دي يخلطون. نعم. هذا أبو المهندس ما أعرف منه يخلطون، هو وخزعلي وهالميليشيات تخلط، هل هي مرجعية سياسية أم مرجعية عسكرية أم مرجعية دينية؟ الناس يقولون إحنا مرجعية دينية، مرجعية دينية المتظاهرين يطالبونها بالبت بفتوى، هل الدم حلال أو حرام؟ سفك الدماء حلال أو حرام؟ قولي لنا، إذا حرام قولي حرام سفك دماء الناس، وذول الشعب شعبك، مو المرجعية هذا الشعب شعبنا وحرام سفك دماءه، وهاي الفتوى اللي نريدها. اما غير قضيه سياسيه، هي المرجعيه تقول ان السياسيين فاسدين خربوا العراق تعالوا كذا، وحكتها في كثير من، اذا هناك ادانه من المرجعيه لهذه، وهم يقولون ان المرجعيه ساده بابها امام السياسيين ما تستقبلهم لفسادهم لعدم قناعتها بهم، اذا وجهه النظر السياسيه مغلقه، هي ليست مرجعيه سياسيه لكم وليست مرجعيه عسكريه، وهي لا تحتاج، يعني لانه ما حد مهددها وما حد يهددها. نعم. حقيقه في كل اوقات العراق لم تهدد المرجعيه في يوم من الايام، المرجعيه في مكان او ما حد له شغله بها، هذه حقيقه. اما الان ابو مهدي المهندس والخزعلي وغيره والميليشيات وايران يريدون يخلقون قصه لانه الامور تفلت من بين ايديهم، هم ذاهبون الى المنزلق كبير ويعتبرون ان الماء يعني مثل ما يقال مضى من تحتهم. نعم. والمتظاهرين يزدادون قوة والثورة الآن تزداد عمقا وامتدادا، هذا وضع آخر. على المرجعية الآن أن تجيب، المرجعية يجب أن تقف وتقول رأيها الصريح، يعني أنا لست مرجعية سياسية لكم ولست مرجعية عسكرية، ولا أحتاج هذا الحكي كله، ولا أحتاج أن أقول إحنا المطلوب من عندنا نقول هذا الدم حلال أو حرام. أما إذا ندخل بالسياسة هي المرجعية تختار لنا الحكومة؟
اذا اتركوا القضيه، لا احزابكم ولا انتخابات ولا محزنون، والدول المرجعيه تختار الحكومه. الموضوع ببساطه يعني هم وين يريدون يعني يتناقضون مع نفسهم. مرات يقول لك احنا شرعيتنا من الصناديق، والصناديق مزوره كلها، والشعب 82% من عندما دخل للانتخابات فما عندكم شرعيه. والقضية الأخرى الشعب يقولهم شرعية، شرعية الإنجاز، وأنتم ما منجزين كل شيء 17 سنة فما لكم شرعية، أنتم عليش متشلبين بالقضية، أنتم ما انجزتوا شيء وإحنا طلعنا ضدكم لأنه ما منجزين شيء، وإحنا نريد أشياء وأنتم غير قادرين على تلبيتها فما عندكم شرعية، أنتم ساقطة شرعيتكم. يذهبون إلى شرعيتنا من المرجعية. هل المرجعية شرعيتكم؟ ليست شرعيتكم. هو هذا الموضوع، الإجابة عند المرجعية، ليس عندي وليس عندك ولا عند الأستاذ عادل ولا عند الشعب. الإجابة عند المرجعية، المرجعية يجب أن تكون عندها إجابة واضحة لهؤلاء، لأن استغلال اسمها بهذه الطريقة واستغلال مكانتها للتأثير على الشعب، للقيام بأعمال فيها قتل وفيها ذبح وفيها انتهاك للحقوق وانتهاك لكل الأعراف الإنسانية والسماوية باسم المرجعية، هذا غير مقبول وعليها أن تقول كلمتها. نعم سيد عادل حاتم، لو سألتك عن حالات الخطف التي تجري بحق الناشطين الذين يخرجون من ساحة التحرير، أنتم تتواجدون هناك منذ مدة، يبدو وبحسب يعني الأخبار والأنباء المتواترة من هناك بأن هناك بعض المندسين من القوات الأمنية الذين يرتدون الزي المدني في ساحة التحرير يقومون بمراقبة الناشطين البارزين في ساحة التحرير، عند خروج هذا الناشط يتم خطفه وإخفاءه. لو تضعنا في صورة أكبر، من هي هذه الجهات؟ كيف تتم مراقبة الناشطين لو تتوفر لديك معلومات؟ قبل فترة نزلت منشور قلت لي ثلاث أطراف مندسة، الطرف الأول المخابرات العراقية وهذا شغلهم يعني هم يراقبون وغيره، وذول مو خطرين بالنسبة لنا يعني بصراحة. المندسين الطرف الثالث الإعلاميين المرتزقة اللي ينقلون صور مو حقيقية عن التظاهرات والمتظاهرين، هذا الطرف الثاني. أما الطرف الثالث اللي هي أنا اللي أعتقده هم الميليشيات، وهذا هم الأخطر. هذه الميليشيات هي اللي لها الدور الأكبر والأخطر باعتبار أنها منظمة عندها مدربة بشكل جيد وتعرف شلون تتصرف، مجاميع ما تخشى شيء وتهدد. يعني احنا مثلا على جسر الاحرار اكو مجاميع بالليل يضربون المتظاهرين بالسكاكين يعني ولا يتلسمون بالليل ويتلسمون ويضربون ويجرحون، وهذه بنصمه. اما خارج تحت التحرير الخطف واضح يعني، وحتى الدولة هي الدولة الحكومة عادل عبد المهدي يطلب منهم أن يطلقون لواء بالشرطة العراقية، يطلب. فتخيل من اللي يخطف، تخيل من اللي عنده القدرة والإمكانيات اللي يخطف. المخطوفين اللي طلعوا هسه عندنا أحد أصدقائنا الشباب مخطوف صار لعشر أيام، اليوم علقنا الصور وطالبنا، بس احد اصدقائنا المخطوفين ورا اربع ايام طلع يقول بيت عادي انا شريت فيه، مشدود المعصوب العينين وتحقيق وضرب واسماء واسماءكم، تعال احكي لنا عن كل واحد وين يروح وش يسوي. فهذه طبعا هذه كلها صدقني ما تقلل من المعنويات، العكس تماما تزيد المعنويات وتزيد التحدي ويزيد الاستعداد. ويعني مرات احاول افكر بطريقتكم، يعني اضغط على نفسي اتجنى على نفسي واحاول افكر بطريقتهم، اريد القى اعذار او طريقه تفكير. صدقني ما لقيت يعني ما اعرف شلون يفكرون ذولي بهالجهل بهالغباء. العدوانيه هي اللي طاغيه على كل عقلهم، العدوانيه مسيطره على نفوسهم، حقد كره بغض، هذا اللي يتحكمون به، هذا اللي يحكمهم. وبالتالي يعني هذا اللي الطريقه اللي يعيشوها، الحاله النفسيه الفكريه اللي يعيشوها، هم بازمه صدقني بازمه.
احنا مو بايزنا، بالعكس احنا شبابنا كل ما ينخطف واحد يزيد الغضب بداخله وعنده استعداد يقتحم اي مكان. ف حتى هاي الاساليب انا اقول لك وين يخطفون بصراحه. يخطفون مثلا بنيه او وحده او اثنين، شنو الغرض منها؟ الغرض منها مو الضغط على المتظاهرات، الغرض منها الضغط على اهالي الفتيات اللي دا يشتركن بالتظاهرات ويقدمن خدمات هائله حتى يمنعونهن من الوصول للتحرير. يخطفون شباب صغار، وتعرف شاب صغير والجيران والاهل يضغطون على اهلهم حتى يمنعون الشباب الاخرين من الخروج، ودا يصير العكس. من انخطفت اثنين فتيات عندنا، اجن فتيات ملن الشوارع وملن يعني والله ما ادري. احنا نظفنا وانصاخهم قذاراتهم في ساحه التحرير والانفاق وكلها احنا نظفناها وخلينا صور جميله للبغدادي. الان من تدخل ساحه التحرير تختلف تماما عن قبل شهرين وثلاثه. نعم. اوصاخهم كلها زلناها، امراضهم، اكلتهم، وبالتالي صدقني احنا باقين وهم راحلين ما يعني طبيعه وقت. نعم. اعود اليك يا سيد عادل حاتم. دكتور رافع، يعني هذا مسلسل التشويه للتظاهرات والمجازر التي ترتكب بحق المتظاهرين يوميا كما اشرت قبل قليل منذ الاول من تشرين ولغايه اليوم، هذا يقابله اصرار تزايد في اعداد المتظاهرين. اليوم نزل يعني عشائر، نزلت شيوخ عشائر، نزلت في الناصريه مع المتظاهرين. الا تدرك الحكومة أن القبضة الأمنية لا تنفع مع المتظاهرين، وأن من هم في الشارع الآلاف المؤلفة من المتظاهرين والعراقيين بشكل عام قد قالوا كلمتهم؟ هم ليس لديهم سوى اليد التي تضرب واليد التي تسرق حقيقة. هذه يعني كأنه يعني كما يقول الناشطون وكما يقول المراقبون، كأن هناك ضغط على الحكومة من جهات من إيران مباشرة بأنها لا تقدم أي تنازل للمتظاهرين بدون ما تضغط الحكومة. نعم. هم مصيرهم مرتبط بهذه القضية، هم يعرفون إذا ما نجحت هذه التظاهرات سيساقون إلى المحاكم. نعم. هم يعني لديهم مسؤولية عن الدماء، عن الفساد، عن الخراب، عن الدمار. نعم. الناس هذه لم تخرج هذه التظاهرات اعتباطا، لم تخرج يعني على 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 انت تتحدث على موضوع المحاكمات. نعم. على ماذا مثلا عادل عبد المهدي يراهن على الوقت؟ يراهن على الوقت، يراهن انه ملل هؤلاء، قدرته والمجازر في ازدياد. نعم. قدرته على انه هذه القوات الامنيه قادره والميليشيات قادره ان تقمع التظاهرات. وهذه قضيه فاشله الحقيقه، وقلت لك لو هم لديهم عقول ويدركون ويقرؤون لقرؤوا تاريخ الثورات، ولا عارفوا ان كل اذيه لهذه الثورات، كل ما تعرضها لهذه الثورات الى خسائر تضحيات، كل ما تقدم تضحيات تزداد كبرا وتزداد قوه وتزداد تعاظم وتزداد اصرارا على اهدافها. هذه لا يفهمونها، وتاريخ الثورات القريبه والبعيده الشعبيه تؤكد هذه القضيه. القضيه الاخرى المهمه انه هذه المجموعتين الثوار وكل اطراف العمليه السياسيه ورموزها، هذا الطرفين، هذا الطرف بكل أفعاله يرسل رسائل، وهذا الطرف أيضا يرسل رسائل. الحكومة وأحزابها وقواها وميليشياتها من 17 سنة لحد الآن، وعلى الأقل نتحدث من 1 تشرين لحد الآن من قامت هذه الثورة، ترسل رسائل. الرسائل هذه منفرة، مؤذية، لا أحد يقتنع بها، والمتظاهرين في كل يوم يرسلون رسائل يعني يزدادون قربا من الشعب، يزداد الشعب قربا منهم، تزداد قاعدتهم، تتوسع تتعمق. هذه الحقيقة. الآن عندما العشائر تنضم إلى الشعب، وهو المطلوب أن تنضم العشائر، أنت تحمي شبابك، تحمي أولادك، تحمي بلدك، ليس عندما تتركهم وحدهم بالشارع. إذا تركتهم وحدهم بالشارع سيكونون لقمة، سيقتلون. نعم. سيزداد الدم، سيزداد سفك الدم. لكن عندما تخرج هذه الموجات الشعبية كلها، عشائر وغير عشائر ومنظمات ونقابات وبيوت كلها تسند التظاهرة، لن تستطيع أي قوة مهما كانت إلا أن تتحيد. ستحيدون القتل، ستقللون الدماء،
ستجعلون فترة الثورة تقصر والخسائر والتضحيات تقل. هذه الحقيقة، الثوار قافلين على أهدافهم، وهؤلاء يناورون ويريدون أن يكسبوا الوقت، يريدون أن يكسبوا وقتاً أطول لكي يفكروا في طريقة للتخلص من هذه التظاهرات، التخلص من هذه الثورة، لن يستطيعوا. فأنت يعني كشعب عراقي بكل أطيافه، بكل مكوناته، بكل الأطر اللي تجمعه، عشائرية، نقابية، فكرية، أكاديمية، مهما كانت، عائلية، يجب أن تسند التظاهرات، يجب أن تخرج معها بموجة كبيرة جدا جدا وتسندها لحين ما تنجز أهدافها، لأنه بغير هذا التضحيات ستزداد، الفترة ستطول، وبالتالي ستنتصر هذه الثورة، لكن ستقدم تضحيات نحن لا نريدها أن تقدمها، لا نريد للدماء أن تزيد، لا نريد لأبناء شعبنا ذول ولدنا الحلوين ينقتلون أكثر. تحافظون عليهم، طلعوا وياهم، لا تمنعه ولا تصدق بذول المضللين والمخربين، لا، اطلعوا وياه، اوقف وياه، وسلميين، هم سلميين وسيبقون سلميين، وبهاي سلميتهم هم منتصرين، والعالم كله سيقف معهم وسيستحضرون العامل الدولي قريبا جدا جدا جدا. هؤلاء يجب أن يدركوا، ذول اللي يحكون العراق يجب أن يدركوا أن هم الآن يحرقون أوراقهم الأخيرة، والعامل الدولي سيكون مع هذه الثورة ومع أهلها. نعم سيد عادل حاتم، يعني أشار الدكتور رافع الفلاحي إلى العامل الدولي، أنتم كنشطاء كمتظاهرين متواجدين في ساحة التحرير، كيف تنظرون إلى المواقف الدولية من ثورة تشرين؟ حقيقة احنا مو قرية معزولة في العراق، العراق جزء من عالم، من منظومة سياسية اقتصادية مجتمعية، جزء من هاي المنظومة، وبالتالي التأثير الدولي موجود وصعب نكرانة وغيره، بس شغلة واحد، المجتمع الدولي عندما تدخل بالعراق 2003 كان اكو رقم واحد، هذه هي الاحداث وتعاملت وياها. الان احنا ثبتنا رقم جديد اسمه رقم واحد بالعراق، الشعب العراقي، هذا الشعب العراقي، هذا الرقم الأول بالعراق، وعلى أي دولة، على أي مجتمع دولي إنساني كان، أي من أي جانب، عليه أن يتعامل مع الشعب، خلاص ما يتعامل مع أحزاب ولا حكومة ولا أكو رقم جديد، وعلى العالم أن يحترمه ويتعامل وياه، وراح نثبته، وثبتناه الحقيقة، أثبتناه. يعني أكو، إذا أكو وقت أحكي لك قصة. تفضل، قصة لدينا دقيقة. نعم. ممتاز، أقل من دقيقة. أحد الأشخاص دخل خيمة تنازل آخر حقي، اللي هي تقريبا أقوى مجموعة، وراء 6 أيام بنص نتعرف علينا، وإحنا راح إذا في شاب هذه، وراء أسبوع، وراء 5 أيام قاعدين إحنا، قال شباب أريد أحترف لكم بشغلة، قلنا له تفضل، قال ترى أنا مخابرات ودازين أتجسس عليكم، بس من عشت وياكم 5 أيام خجلت، استحيت من نفسي، وباكر راح اجيب عائلتي والظاهر وياكم تقبلوني. تخيل ايش قد اكو تاثير حتى على عناصرهم، اكو ناس طيبه، يعني الجندي والشرطي مو عدوي ابدا، حتى المخابرات ناس واجبهم، بس من اجوا هنا غيروا موقفهم. وهذا نشتغل عليه احنا. الناس بدت حتى اطرافهم مسلحيهم بدأوا يتعاطفون ويانا، لأنه احنا على حق. الناشط المدني عادل حاتم كان معنا من العاصمة بغداد، شكرا لك. شكرا دكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه التغطية، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.